اثنين مقابل لا شيء انتهى اللقاء بفوز نادي امبي هدفين مقابل لا شيء. الهدف الاول احرزه احمد عبد الرؤوف في الدقيقه 7، ثم من تالق نفس اللاعب احمد الرؤوف يحرز الهدف الثاني في الدقيقه 22 عشان يكتمل ثنائيه نادي امبي في هذا اللقاء الذي شاهده ملعب بتروسبورت الذي انشئ في عام 2006 وامام 25,000 متفرج. طبعا نتيجه كبيره لنادي امبي، و اعتقد انها ادت له دفعه كبيره جدا داخل الجدول. هارد لك لنادي سموحه، ادى لقاء على مستوى عالي، ولكن طبعا الامكانيات ولم يكن في الامكان افضل مما كان لشوقي غريب ورفاقه. وكل الشكر للتعليق الجميل والمميز لمعلقنا الرياضي محمد الغياتي. كابتن محمد صلاح ابو جريشه، هدفين مقابل لا شيء لنادي امبي. اعتقد ان امبي استطاع بفضل طبعا الخبرات اللي موجوده عنده والامكانيات وايضا الروح الجديده وطريقه الاداء وزي ما قلنا اعتماد على الجبهات في انه يخترق ويحرز هدفين في الشوط الاول ويجهز على اللقاء تماما. دي حقيقه فعلا يا ابو حميد، ولكن ليا تعليق صغير كده على اداء سموحه النهارده. كان متفاوت جدا، في اهتزاز في خط الدفاع واضح جدا. ثلاثه مش عارف اذا كان ممكن يكونوا اول مره يلعبوا مع بعض، سعد محسن ومحمد سمير ومحمد بلال، الثلاثه امكانياتهم في الشوط الاول بالتحديد كمان في التسليم والتسلم في موضوع ان هم يمسكوا كناس المفروض مساكين وليبرو يكون عندهم تناسق اكتر من اللي احنا شفناه. الخطوط بتاعتهم كانت متباعده جدا، الهجوم بيلعب في ناحيه، نص الملعب بيلعب في ناحيه، ما بيمثلوش الضغط المفروض يبقى مطلوب منهم في اماكن الملعب المحدده، وخصوصا في الناحيه الهجوميه لما هاني العجيزي بيروح يضغط او سامويل او جودوين. في فتره من الفترات كنا بنلاقي في جاب كبير قوي ما بين الفراوده ونص الملعب، ودي الحاجه اللي كانت مميزه فريق انبي انه دايما بيتحرك بكتل يعني من اللعيبه في اجزاء الملعب بعكس فريق سموحه اللي كانت في تنظيم وحسن انتشار. بالظبط كده، المساحات بتاعت سموحه كانت متباعده جدا، مفيش حد بيقرب من الثاني، لما بيجي يعملوا الضغط الجماعي بعيد قوي عن بعض، وخصوصا زي ما قلنا نص الملعب ما بيمسكش كره كويسه. طارق حامد بعيد تماما عن مستواه، ده كلام الشوط الاول. يمكن الشوط الثاني اختلف شويه لما نزل مارك موبا، ولكن انا شايف برضو ان تغييره كان متاخر شويه من الكابتن شوقي غريب، رغم ان هم كانوا متاخرين 2-0، لكن اتاخر قوي ان هو يعالج الناحيه الهجوميه، وكنا سامعينه دايما بيتكلم مع هاني العجيزي ان هو ينسى الفرصه اللي ضيعها. احنا معنا على الهاتف الكابتن محمد شعبان نجم خط وسط نادي امبي وصاحب تمريرة الهدف. مساء الخير كابتن محمد. السلام عليكم. تحياتي محمد فاروق وتحيات كابتن محمد صلاح ابو جريشه وايضا كابتن خالد بيبو. كابتن محمد السلام عليكم ومساء الخير عليكم، وبمسا على ضيوفك الكرام كابتن خالد وكابتن ابو جريش. الف مبروك طبعا، ثلاث نقاط كانت صعبه لنادي امبي، والان ابتدت مسلسل الانتصارات يتوالى على نادي امبي، جهاز فني جديد وايضا اداء جديد وايضا كانت تبريره جميله جدا للهدف يا كابتن محمد. بقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بقول الحمد لله طبعا على النتيجه رقم واحد، لان احنا يعني اوقات كتير كنا بنهدي وبنخسر، فكانت انا شايف ان النتيجه يعني النتيجه صفر، لان احنا في اوقات كتير جدا محتاجين ان احنا نفوق بثلاثه بونت مش بالاداء، فاللي هيجيب الاداء ان احنا نكون كسبانين ونكون في وضع كويس. انا فعلا الفتره اللي فاتت دي احنا كنا مش مصدقين اللي احنا فيه، بندور على السبب في اللي احنا فيه مش لاقيين، خارجين من كاس مصر وتعثرات كتير جدا في الدوري. سنة الحياة طبعا اللي هي تغيير، مش هتكلم على جهاز فني طبعا، لان احنا جهاز فني على اعلى مستوى مشي وجهاز فني على اعلى مستوى جنة، هي القصة بس التوفيق معانا، وكانت الكورة بس احنا مش عايزين تدخل الجون معانا، واللي راح علينا راح جون. فالحمد لله بقالنا مباراتين دلوقتي ما بيدخلش فينا جوان، هاديين بنحاول نلعب كورتنا، لكن انا بقول الحمد لله ودي خطوه، لان احنا انا شايف ان احنا لسه ما عملناش حاجه، ولا دي امكانياتنا تخلينا في الوضع ده، ولا نتائجنا تخلينا في الوضع ده، فانا بقول الحمد لله على الاداء، الحمد لله على النتيجه، بقى لنا مباراتين بنكسب، عشان دي تكون خطوه ان احنا نرجع لمستوانا الطبيعي ان شاء الله. طب كابتن محمد، اول الخطوات او اول الحاجات اللي ركز عليها كابتن حسام البدري منذ تولي القياده للفريق، وخاصه في لقاء صعب اليوم امام نادي بامكانيات الهجوميه لنادي سموحه، عنده مهاجمين على اعلى مستوى، يعني ايه اللي قاله لكم النهارده قبل بدايه اللقاء؟ والله احنا بقى لنا يومين بنتفرج على فريق سموحه، شايفين الناس بتتحرك ازاي، مديلهم حقهم الى يعني الى اقصى درجه، عرفنا كل واحد فيهم بيتحرك ازاي، عارفين اساميهم حافظينهم، بنتفرج عليهم فيديو، شفنا اخر مباراه ليهم، عندهم اندفاعات قويه جدا في خط الهجوم، عندهم انا شايف ان عندهم
يعني ناس عندهم الاجهزه وثلاثه بيجوا من تحتيه. انا شايف ان هم من اكثر ناس لانهم بيعملوا زيادات بدون حسابات حتى في الدفاع. هو الهجمه ليهم بيعملوا زيادات. ده حقيقي. لو احنا ما كناش عاملين حسابهم كان ممكن يعني عملوا لنا مشكله كبيره، لكن الحمد لله يعني ادينا للناس دي قدرها فربنا ادانا الحمد لله. كابتن محمد شعبان اشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق في الفتره المقبله مع فريق نادي انبي. اذا نعود مره اخرى كابتن خالد لاجواء اللقاء، اللقاء اللي ابتدى بانفراد الهاني العجيزي وكانت نقطة التحول، وكانت هذه هي نقطة التحول في اللقاء، يعني في الدقيقة 5 انفراد الهاني العجيزي تماما تمرينة ساقطة كما تحدثنا هنا في استاد مصر قبل بداية اللقاء، وتوقعنا طريقة اللعب لكل فريق سواء نادي انبي بالتوغل على طريق الجبهات وايضا نادي سموحة عن طريق الاختراقات والكور الساقطة خلف المدافعين. وبالفعل هاني العجيزي جات له انفرادة كانت يعني سهلة تماما تماما، ولكن بغرابة شديدة ضاعت يا كابتن خالد. احنا يمكن قلنا الكلام ده بالظبط، وقلنا ان كابتن حسام بدأ يلعب بجبهات ناصف وقدام عمرو حلواني ومعاهم محمد شعبان، والناحيه الثانيه هيبقى اسامه رجب ونادر العشري ومعاهم محمد صبحي، وهو ده اللي كان الشكل اللي بيلعب بيه كابتن حسام. رغم كده قلنا ان فرقه سموحه عندها اختراقات صعبه جدا ومهمه جدا هاني العجازي، لو سابوهم يلعبوا واحد لواحد او اثنين على اثنين هيبقى في هجمات خطره بالنسبه لسموحه. سموحه انت معاك عمرو الحلواني يا كابتن خالد. يا عمرو ابو كباتن يا عمرو، انا كنت مستني جون تاني النهارده يا عمرو، هنمشي على صدر السطر على كل شيء. اهم حاجه احنا كسبنا الحمد لله يا كابتن. مبروك يا عمرو. حاجه 3 بونت الله يبارك فيك يا كابتن، كان الماتش اللي فات والماتش ده الحمد لله 6 بونت، وان شاء الله الجاي ان شاء الله يبقى لينا كويس باذن الله يا كابتن. عمرو يمكن احنا اتكلمنا النهارده ان كابتن حسام عامل جبهات كتيره قوي في نص الملعب او في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، محمد ناصر معاهم محمد شعبان او نادر العشري وعمرو الحلواني، والناحيه الثانيه نفس الكلام اسامه رجب ونادر العشري او شعبان ومعاهم محمد صبحي، صحيح الكلام ده؟ بالفعل يا كابتن خالد، هو كان امبارح اول امبارح الثلاث اربع ايام اللي فاتوا كان بيمرنا على الموضوع ده، اللي احنا لازم نقف كويس ولازم في جبهات ولازم يبقى في لعب على طول، ما نستعجلش بالكوره، ناخد الكوره ونستلم ونلعب، احنا لعيبه كويسه ولعيبه مهريه. تمام. والحمد لله انا شايف الشوط الاولاني والشوط الثاني نفذنا معظم الكلام اللي كابتن حسام بيقوله، وانا يعني انا بالاخص مبسوط جدا بالسته بونت دول وباللعيبه كلها وبروح اللعيبه كلها، وان شاء الله باذن الله يعني الجاي ان شاء الله يبقى احسن لينا باذن الله. يا عمرو يمكن كان في اسئله كتير بتقول ان الاثنين اللي بيلعبوا بشمالهم ما ينفعش يلعبوا قدام بعض، فانا قلت كان ليا راي تاني ان طالما اللعيب اللي قدام اللي بيلعب وعنده امكانيات ان هو يلعب قدام في ناحيه الهاف ليفت وبيعرف يخش امتى ويلعب امتى على الخط وامتى يوسع لزميله، فما فيهاش مشكله. ايه يعني لما اثنين شمال يلعبوا قدام بعض، انت بتلاقي فيها صعوبه ولا بتلاقي الامور سهله؟ لا الامور سهله جدا، اما انا بلعب شمال ونص بلعب شمال احنا فاهمين بعض كده، السنه اللي فاتت كنا بنلعب كتير مع بعض. انا شايف ليها حاجه عاديه خالص، بالعكس انا شايف اللي هو بالعكس ده هو يفهمني قوي وانا فاهمه جدا، والسنه اللي فاتت لعبنا ماتشات كتير مع بعض والسنه دي برده يعني لعبنا ماتشات كتير مع بعض، لا انا فاهم محمد ناصر كويس جدا وهو برده فاهمني كويس، بالعكس انا برتاح جدا واحنا الاثنين بنرتاح مع بعض، وانا شايف الموضوع لا يعني عادي خالص يعني. طب كابتن عمرو يعني الان تاخد مساحه اكتر في وسط الملعب مع الكابتن حسام البدري، بقى في سلاح التسديد بقيت تستخدمه هدافين على اعلى مستوى وكانوا رائعين امام فريق الانتاج الحربي، انت شايف ان جت دفعه نفسية ومعنوية وأيضا فنية في الفترة المقبلة مع الكابتن حسام البدري؟ أنا شايف إن شاء الله كابتن حسام البدري على طول بيمرنا على اللي احنا نلعب كورة وما نخافش، يعني كل واحد يبان مهاراته وكل واحد يلعب لعبه، هو قال لنا يا جماعة ما تخافوش انتوا لعيبة كويسة جدا العبوا لعبك واستلم نفس الملعب والعبوا والعب مالتو هي بيمشي الكورة يعني، وهو مدينا حرية يعني في الوجه اللي في الهجوم يعني مدينا حرية اللي احنا نبدأ يعني، قال لك ابدأ اطلع واعمل وان تاتش شوت، انا مش 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 هي مش مش كراهي يعني العب ومتع نفسك وكده، هو انا شايف اللي هو كابتن حسام مدينا حرية قدام قوي احنا الأربعة، عشان كده احنا بنتحرك كويس والحمد لله يعني الماتش اللي فات والماتش ده بنجيب جوان أول ربع ساعة وأول 20 دقيقة يعني الحمد لله يعني شايف الموضوع كويس الحمد لله. كابتن عمرو الحلواني اشكرك شكرا جزيلا، التوفيق في المرحله المقبله. اعود اليك كابتن خالد، كنا لسه بنتحدث على موضوع الجبهات وايضا موضوع التوغل، واعتقد ان دلوقتي نبتدي نستعرض مع حضراتكم الهايلايتس اللي هو ملخص اللقاء، وبدايه الهجمه اللي كانت خطيره جدا لهاني العجيزي، واستطاع بالفعل صامويل اوفام المهاجم الفز الغاني في انه يديله تمريره جميله جدا خلف دفاعات نادي انبي وانفراد صريح جدا ولكن ضاع. يعني احنا قلنا الكلام الهيصل بالظبط، يعني في الخط دفاع انبي وان في ممكن تلاقي هاني العجيزي واحد لواحد او اثنين اثنين هيبقى خطر جدا. النهارده سموحه جات لهم كل الفرص اللي ممكن يرجعوا في اللقاء او ان هم يكسبوا اللقاء، في النتيجه 0-0 جات لهم اول فرصه وكان ممكن يتقدموا 1-0، جات لهم فرصه وهم 1-0 ان هم يخشوا ثاني في اللقاء، جات لهم فرصه وهم 2-0 يخشوا ثاني في اللقاء، بس ضيعوا كل الفرص اللي جات لهم عشان يخشوا في اللقاء، وده شيء صعب جدا.
شيء صعب جدا ان انت تبقى فرقه تعتمد على دي كره الكره التمريره من صامو الاوفام لهاني الاجيزي وسط الاثنين اللي نفس اللعبه اللي احنا اتكلمنا عليها كابتن خالد. بالظبط هي اصل هو واضح ان 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 هم مميزين في دي وهم عندهم الحته دي كويسه جدا ودي نقطه ضعف امبي اللي احنا ذكرناها. يعني احنا قلنا كل السيناريو وتحقق في ارض الملعب وقلنا ان فرقه انبيا هتحافظ بقدر الامكان على اربعه في نص الملعب والتعشيقات وقلنا هيبقى في خطر واحد لواحد لو جت هتبقى خطر وحصلت في الملعب بس فرقه سموحه ضيعتها. طب كابتن خالد يعني معلش الفينش بتاع هاني الاجيزي هل هو كان في نوع من انواع التباطؤ؟ قبل بس يعني يا ريت بس يرجع لنا الكوره قبل 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 الهدف بتاعه لان هي ارتدت بهدف فهنا دي نقطة التحول. لا يعني هو هاني لعيب كويس قوي بس هو ما كانش عايز هو ما خدش قرار هيعمل ايه ولا يرقص الحارس ولا هو ولا قاعد مستني خد القرار في اخر دي في اخر 15 ثانية زي ما بيقولوا خد قرار ان هو هيلعب الكورة انما قبل كده بص بص الفرق بص هنا احمد روف اخر قرار احنا هنعيد يعني هنرجع انا بقرر لك بين الاثنين مع ان دي اصعب دي اصعب بكتير لان فيها تحرك وفيها وقفان على الكوره وفي زاويه يعني هو اخد كمان زاويه وارتكز على رجله عشان يحط برجله الثانيه فاصعب بكتير انما هاني خد قرار في اخر 15 ثانيه بعد ما وصل للجون وكمان الحارس عملها بشكل كويس قوي علي لطفي علي لطفي لازم ان هو قاعد مستني لازم نشيد قاعد مستني انا عشان كده رجعت اللعبه دي يعني علي عملها بشكل كويس جدا ان هو قاعد فضل مستني يعني هو هاني رايح على اساس ان هو يطلع يفتح له الجون يعمل يعني بص ادي اللعبه ايه صامو الاوفام والتخلص بمهاره هاني اخذ الكوره ولغايه هنا ما كانش اخذ قرار فاهم قصدي لغايه اما هاني راح وقف الكوره وصل لغايه الجون ما كانش اخذ قرار وده صعب عليه المشكله لان علي لطفي كمان ما ساعدوش ان هو ياخد قرار هو فضل واقف مستني 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 وبعدين هو وقفه كويس يعني استلم الكنترول وتحرك جيد جدا كل حاجه كويس ولكن في الاخير وهي نقطه تحول وسبحان الله مغير الاحوال 1-0 لسموحه كان لو كان ربنا اراد واحرز الاجيزي هذا الهدف وبعدين يا كابتن صلاح يحرز امبي هدف من هجمه منظمه جدا 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 وتحرك رائع من رؤوف وتمريره اروع من محمد شعبان هو التحرك بتاعه احسن طبعا لان التحرك من الثبات غير التحرك من يعني حركته مع تمريره الكوره كانت فيها مفاجاه بالنسبه لدفاعات سموحه لانه عامل كروس مع احمد عبد الظاهر واحمد عبد الظاهر واخد المدافع بتاعه معاه والمدافع بتاع احمد رؤوف ما اتحركش معاه يعني لما نيجي نلاحظ في التمريره دي هو رايح لوحده تماما والثرو باص معمول حلو قوي من محمد شعبان والسرعه في اتخاذ القرار في المنطقه دي هي دي اللي عملت الفارق ما بين هجمه هاني العجيزي واحمد رؤوف. طب انت كان ليك تعقيب على الهدف كابتن خالد؟ انا يعني يمكن احنا قلنا ان محمد شعبان من اللعيبه المؤثرين جدا وعنده زياده دايما وبيقدر يعمل الحاجات الهجمات الخطيره فهو شايف كويس. الميزه في الهدف ان هو احمد رؤوف خد قرار واصعب حاجه في الكوره القرار. اصعب حاجه في كل حاجه في كره القدم القرار قرار من المدافع قرار من لعيب نص ملعب قرار من الحكم قرار من المهاجم في وقت لازم تاخد قرار حتى لو غلط لازم تاخد قرار انما لما تقعد مذبذب في قرار ومش عارف تاخد قرار يا ريت مخرجنا يجيب لنا الهدف مره ثانيه قاعد وبعدين فرقه الدفاع سموحه يمكن محمد اتكلم في النقطه دي كويس جدا وطبعا مش هتكلم بعدها لان هو قالها بشكل كويس فرقه الدفاع سموح النهارده كان صعب جدا انا كنت لسه اتكلم كابتن وبعدين ده كان مصرين ان هم يغيروا هاني رمزي محمد كل كوره استلم الكوره وبص وخد والراجل اتحرك وعمل التمرير ومحدش واجهه تمام بس فرقه سموحه دفاعيا وحشه جدا نعم فهي كانت بتعتمد دايما ان انا يخش فيها بس اجيب بس النقطه دي هتبقى صعبه جدا انت مش ممكن كل ماتش يعني بيضيعوا جوان غريبه يعني بيضيعوا انفرادات يعني كمان حتى في الشوط الثاني جات لهم فرصه مين طارق حامد على دخل ودخل على سته وراح عمل الكره برعونه غريبه جدا يعني بيضيعوا جوان صعبه جدا مش هتجي لهم الكره دي كتير يعني لما تلعبوا فرق ابتدوا يلعبوا فرق ده الهدف ده هو ده كابتن خالد بص هنا مفيش حد محمد شعبان تمام مفيش اي حد كل التحليل اللي عليه سلبي انت فاكر انا قبل الماتش قلت لك ايه؟ قلت لك الاثنين المديرين الفنيين يعني ايه عاملين فراغ في حته نعم قلت لك انبي عامل فراغ في الخط الدفاعي واخترقوا هاني العجيزي وقلت لك سموح عامل في وسط الملعب واخترقوا نادي واخترقوا نادي انبي لان هو اصل الامور واضحه انا بلعب دايما 4 2 على 1 3 على 2 3 على 1 4 على 2 فعندي دايما
كل شويه مشاكل، خصوصا كمان ان نادر ومحمد شعبان بيتحركوا على طول، يعني مش واقفين، ما بيستلموش من الثبات. الاثنين عندهم استعداد، يعني بص الجول الاولاني اللي عامله محمد شعبان، الجول الثاني مين اللي موقف الكوره؟ نادر العشري. نادر العشري بص موقفها فين؟ جوه ست. فالاثنين دول عاملين دايما تحركات، ومعاهم الاثنين مأمنين ثواني، او اذا كان محمد صبحي في تواجد. انما فرقه سموحه بتعتمد على الثلاثه راس حربه بس، يعني ما شفناش باكرات النهارده خالص فرقه سموحه، ما ملوش تواجد. كنت هتتطرق مع الكابتن محمد صلاح، يعني شوي شايفين التوغل اسامه رجب كذا مره من جبهه احمد ابو مسلم، وايضا خروج محسن هنداوي بسبب ايضا عدم التواجد الدفاعي بشكل مكثف، وايضا يعني القياده الدفاعيه للجبهه اليمنى اللي اخترقت وتم احراز منها الهدف الثاني بنفس الوتيره، يعني اتعملت وارتدت في نفس المكان وتعمل الثاني من الجبهه اليسرى لنادي امبي واحرز منها رؤوف الهدف الثاني. يعني واضح ان فريق سموحه ما عرفش يتعامل كويس مع الباكين بتوع امبي، سواء اسامه رجب من ناحيه اليمين او محمد نصر من ناحيه الشمال، وده اللي خلى ان في افضليه للامبي من ناحيه الجنبين، وعدم افضليه دي بدايه الهدف التاني سموحه في ناحيه اليمين والشمال. ما شفناش احمد ابو مسلم بيزيد، ما شفناش هنداوي لغايه ما طلع برده بيزيد. دي من الحاجات اللي كانت مؤثره جدا على اداء فريق سموحه، ان الزياده العدديه بتاعتهم بتاعت الظهريه الجنب مش موجوده خالص، وكان اعتمادهم الكلي بس على الثلاثه هاني العجيزي وصامويل وجودوين، وبعض الاوقات كان بيزيد طارق حامد على فترات صغيره. احنا لازم نقول ان رؤوف قالش دي، لا هي رؤوف الف طبعا احلى قالشه، يعني هي احلى قالشه، بس احنا لازم نقول عشان برضو الناس اللي بتتفرج علينا بقوا فاهمين كوره. هو قالش دي هي طبعا مش قصدها كده، وقصدها ان هي لو لبست هتبقى اقوى من كده، لكن هي قلشت والقالشه جت في مصلحته، يعني ان رمزي صلاح يعني معلش، يعني انا عاجبني الاسيست بتاعت شعبان اكتر من الهدف. نادر ده، نادر ده نادر ولا شعبان يرجع لنا كده مخرجنا؟ اعتقد ان شعبان اللي بيزيد شويه. لا بس ده هنشوفها هترجع لنا تاني. الاسيست والساندا اللي عملها له بمنتهى الجمال، يعني بيقول له هات جون، بيدي له شيك على بياض كده. هم طبعا فريق سموحه واقف على انه اوفسايد، لكن التحرك بتاعه كان مميز جدا. احنا معنا الهاتف الكابتن حسام البدري المدير الفني لنادي امبي. مبروك كابتن حسام. مساء الخير يا استاذ محمد. مبروك والف مبروك طبعا، نتيجه كبيره جدا لنادي امبي النهارده، وخطوه يعني قويه ودفعه قويه داخل منتصف الجدول. اول لقاء فني لحضرتك، ولكن في الاخير فاز امبي، وما شاء الله الاداء يرتفع من لقاء للقاء. والله اكيد الحمد لله، مباراه النهارده كانت مهمه جدا، لان زي ما بقول يمكن البدايه مع الانتاج كان فوز معنوي مهم، والنهارده كل تفكيرنا طبعا كان في الفوز، لان بنلعب على ملعبنا، وتفكيرنا كمان ان تبقى بدايه ان احنا نقدر نعدل وضع الفريق، لان اعتقد ان امبي قبل سوء توفيق في الفتره اللي فاتت مع الجهاز الفني المميز كابتن مختار وجاب بدال كابتن علاء عبد الصادق، هم كانوا غير موفقين يا كابتن، كانوا غير موفقين. انا بقول غير موفقين، وكان عندهم كم كبير من الاصابات، صعب عليهم الامور برضو، فده اللي طبعا صعب النتائج. فكان لابد ان احنا نفكر في البدايه المباراتين دول، بقول لحضرتك يعني مهم فوز معنوي وفوز ان انا ابتدي نعدل وضع الفريق، لان المباراه كلها شفنا الدوري دلوقتي بقى صعب جدا، ما تقدرش تتكهن باي نتيجه، عندك المباراه جايه خارج ملعبك، فالحسابات دي كلها كان يعني امنيه ليا النهارده ورضاء من ربنا ان انا فزت المباراه، فالحمد لله اتحققت. طب طريقه الاداء يا كابتن حسام النهارده ابتدينا نشوف ان الاول انت خدتني، انا بحيي طبعا كابتن محمد ابو جريشه وكابتن خالد بيه، يعني انا كابتن مبروك يا كابتن، ليهم اهلا بيك حبيبي. اهلا كابتن، مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا حبيبي. كابتن حسام، طريقه الاداء الان اصبح لامبي جبهات، تحدثنا عن الجبهتين اللي حضرتك كنت مشكلهم، وايضا تواجد محمد شعبان ونادر العشري في وسط الملعب، ووجود رؤساء الحربه سواء احمد رؤوف وايضا احمد عبد الظاهر، وتواجد كان قوي ومكثف بالنسبه لظهري الاجناب سواء اسامه رجب وناصف، ولكن يمكن اسامه النهارده كان مميز جدا كابتن حسام. والله الحمد لله، يمكن يعني المردود الفني بالنسبه للعيبه النهارده مقبول جدا، كان في شغل الفترة اللي فاتت على التنظيم في أشياء كبيرة، حتى في الشكل الخططي وتغييره بالنسبة للعيبة. النهارده التشكيل طبعا وشكل الخطط اللي كان موجود للتعامل مع فريق سموحة، التعامل مع الإيجابيات اللي موجودة عنده، السلبيات اللي موجودة عنده. فريق سموحة من الفرق المميزة جدا بالذات في التلت الهجومي، بيملك لعيبة يعني مميزين، فكان ده تفكيرنا ورؤيتنا للمباراه وتحليلها. وفي نفس الوقت ان ممكن يبقى شكل من الاشكال اللي احنا نتعود عليه، لان ممكن وارد جدا في المباريات الاخرى ان احنا نغير، ممكن الماتش الجاي نغير الشكل خالص،
فده اللي احنا بنشتغل عليه الفتره دي، واعتقد ان النهارده المردود الفني مقبول جدا بالنسبه لي في ظل الفتره الزمنيه الاوليه دي. فبشكر اللعيبه طبعا على مجهودها معايا يعني وادائها النهارده الحمد لله. كابتن حسام مبروك معاك. خالد يا كابتن. خالد ازيك؟ مبروك طبعا النهارده النتيجه والاداء، ويمكن احنا كنا بنتكلم قبل اللقاء على ان كابتن حسام النهارده يهم جدا لان كان عنده مشاكل في الفتره الاخيره ان فرقه انبي الاهداف دخل فيه 22 هدف، فكان مهم جدا بالنسبه لكابتن حسام النهارده يعمل جبهات، يعني اذا كان محمد ناصف وقدامه عمرو حلواني ومعاهم محمد شعبان ونادر العشري ونفس القصه الناحيه الثانيه. دايما كنا بنشوف فرقه انبي عندها في كل منطقه دايما بتلعب 2 على 1 في خط الدفاع، وده شيء مهم جدا. وقلنا برضو ان في مشكله في القلب، ودي الكابتن حسام لسه هياخد فيها وقت طويل قوي عشان يقدر يحلها. هل الكلام ده صحيح ولا يا كابتن حسام؟ لا طبعا بتفق معاك يا بيبو، بتقول ملحوظه مهمه جدا. يمكن في حساباتي الفتره اللي فاتت ويمكن النهارده وانا بشوف برضو بعض الارقام الخاصه بيا وخاصه بالفريق، من اكتر الحاجات طبعا في البدايه ما استلمت طبعا كان الملحوظه الكبيره كم الاهداف اللي داخل، لكن انا عاوز اقول ان اللي كان عنده صعوبات لان كان عنده اصابات كثيره جدا في قلب الدفاع، فكان بتحط صعوبات على الجهاز الفني الموجود قبل كده. تمام. يعني مش عاوزين نجيب السبب على اي حاجه ثانيه. لا طبعا. فزي ما انا بقول دي نقطه من النقط الغريبه جدا لان كم الاهداف اللي داخل في انبي غير طبيعي. في نفس الوقت برغم من كده ان في نسبه تهديف عاليه، فكل الحسابات دي كانت في شغلي مع اللعيبه برضو الفتره الزمنيه القليله اللي فاتت وكلامي معاهم وتعاملي مع الشكل الخطط اللي انا لعبت بيه النهارده. فالحمد لله يعني خطوه خطوه كده ان شاء الله ونقدر نصل اللي احنا بنصبه اليه ان شاء الله. كابتن حسام، تغيير محمد شعبان هل كان الخوف من الانذار الثاني وبنزول اسلام عوض؟ محمد شعبان يعني اداؤه النهارده ادى مجهود في الشوط الاولاني طيب، لكن بقول حصل له دروب طبعا وواضح ان الناحيه البدنيه عنده فيها كسور شويه، فطبعا لما قل اداؤه شويه فضلت ان انا اعمل تغيير للحفاظ على الكثافه العدديه الموجوده في نص الملعب، وفي نفس الوقت افكر في ان انا اقلل الضغط لو كان برضو عن طريق اسلام، استخدام اسلام حتى في النواحي الهجوميه مع تاديته للواجب الدفاعي. ده كان تفكيري وتغيير اللي شعبان كان لهذا السبب. طب وايضا دخول عادل مصطفى والحلواني كان بنفس السبب كابتن حسام؟ عادل مصطفى يعني عارفين امكانياته، في امكانيات ان هو يعني يقدر يلعب الناس ويقدر يخلينا نحتفظ بالكره اكتر والاستحواذ يبقى افضل، فده كان تفكيري. وزياده الناحيه الهجوميه ووجوده وارتداده مع نص الملعب برضه هو ده كان تفكيري، واعتقد فعلا يعني تحركه في الحته اللي موجود فيها كفرقة مهم جدا لزياده الاستحواذ، لانك بتحاول تعزز الفوز اللي انت جايبه وتنهي المباراه او يعني نبقى في استحواذ ونقلل المجهود اللي احنا بنعمله في الملعب عن طريق ان الكره هي يعني اللي بتتحرك يعني. هو عوده ظهور احمد بلال كابتن حسام هل لدفع الثقه يعني رويدا يوم الاخر؟ احمد بلال بيتمرن بشكل كويس، لكن خليني برضه اقول ان انا كنت مأخر التغيير. طبعا بلال لاعب مميز وبيحاول، شفنا حتى الوقت البسيط اللي نزل يعني قدر يصنع نفسه فرصه كويسه جدا، لكن ما كانش موافق فيها في التصويبه تحركاته واستحواذه. لكن برضه كان تفكيري ده الفريق اللي كان بيلعب فيه، طبعا انا مش عشان اجامل بلال بس لان لابد ان انا اشتغل لمصلحه الفريق الاول، لكن كسبت ناحيه معنويه تاني ان انا الفريق اللي كان بيلعب بيه فيه بلال بيتمرن كويس، لازم اديله فرصه عشان يكتسب الثقه، انا كسبان 2-0، فكل العوامل دي كانت في حساباتي فعشان كده دفعت بيها. كابتن حسام البدري، انا هاخد من حضرتك برضو الكلام واقول ان الثلاث تبديلات هجوميه وتبديلات للتعزيز، يعني في العديد من الامور الاخرى كانوا من الممكن ان هم ينظروا لتامين الدفاع بعد التقدم هدفين مقابل لا شيء، ولكن يعني انا بشكر حضرتك وبحييك على الجراءه الهجوميه في الثلاث تبديلات اللي كلها اثرت في اداء مستوى امبي في هذا اللقاء، واعتقد ان 3 نقاط كان يحتاجها امبي بشده. الحمد لله بشكركم جدا. شكرا كابتن حسام البدري، اشكرك شكرا جزيلا. عوده مره اخرى الى نجومنا في التحليل، وعوده الى كابتن محمد صلاح ابو جريشه. اعتقد ان بعد نقطة التحول اللي احنا تحدثنا عنها وبعد الهدفين لنادي امبي، اعتقد الامور اصبحت اسهل بالنسبة لفريق نادي امبي، واضطر نادي سموحة لاجراء التعديلات حتى يعود مرة اخرى لاجواء اللقاء. لا كابتن حسام الحقيقة اتعامل مع الشوط الثاني بطلاقة قوي، وحس ان هو لازم يعمل استحواذ في نص الملعب، ودي كانت واضحة من التغييرات بتاعته، سواء لما نزل عادل مصطفى او نزل احمد بلال، حتى لما اسلام عوض نزل
في بدايه الشوط الثاني كان عنده استحواذ كويس وكان بيقف على كورته كويس قوي، حب ان هو يمتلك منطقه نص الملعب، حب ان هو يقلل شويه من خطوره مهاجمين سموحه اللي كانوا اكثر شراسه في الشوط الثاني خصوصا بعد نزول مارك مبوا، ودي الحاجه اللي ميزت الحقيقه فريق انبي في الشوط الثاني. كابتن خالد، هل من الممكن يعني لو الفرص اللي ضاعت من نادي سموحه لو كانت جت كان ممكن تغير من مجريات الامور؟ اكيد طبعا، يعني في سموحه بقول لك زي ما قلنا ان ايضا بالاضافه للتبديلات نزول مارك مومبوا وايضا اللاعب احمد رضا مكان محسن هنداوي للسيطره على الجبهه اليمنى. على قد انت بتتكلم، انا شايف ان مارك يعني النهارده ما كانش في حالته كمان، حتى لما نزل بشكل، بس انا حاسس ان هو زعلان. يعني انا اول مره اشوف لعيب افريقي نازل متاثر ان هو كان قاعد يحتضن، بيبان على طول على اللعيب اذا كان انا مبسوط او زعلان او متضايق. هتشوفه حتى في نص الملعب ما عندوش حماس، بيخلص الهجمه وعادي. طبعا الاهداف اللي لما بتضيع بتخليك برضو تخرج بعيد عن اللقاء وتخليك ان انت مش قادر تخش تاني في اللقاء. طبعا كل الفرص زي ما قلنا جات لسموحه ان هي تجيب اهداف ضيعوها، 0-0 1-0 و2-0، كان ممكن اي فرصه تيجي تغير شكل اللقاء، وكان هيتغير كمان من شكل التغييرات بتاعه الكابتن حسام البدري، لان هو يعني لما لقى النتيجه 2-0 فادى لبلال. يعني لو هو النتيجه كانت 2-1 والماتش مكهرب ما كانش كان صعب جدا ان يدي بلال، واحنا قلنا الكلام ده ان هو هيدي بلال في ظروف الوقت يسمح له. عادل مصطفى طبعا يعني كان قاصد من التغيير ان هو يمسك الكره في نص الملعب. اذا يسدى الاستطار على اول لقاءات اليوم، طبعا ثاني لقاءات الاسبوع الثاني عشر. طبعا كان في النهارده لقاء حرس الحدود وتليفونات بني سويف، وانتهى بتفوق حرس الحدود بثلاث اهداف مقابل هدفين، وايضا اللقاء الاخر ام بي وسموحه هدفين مقابل لا شيء. هنكمل لحضراتكم بقيه لقاءات الغد ان شاء الله، وايضا استعراض لقاءات الامس ما بين فريقي الزمالك وبتروجيت واتحاد الشرطه والداخليه، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. لقاء الزمالك وبتروجيت، اللقاء الذي جاء افتتاحي للقاءات الاسبوع الثاني عشر في استاد السويس، وتعادل 1-1 ما بين الزمالك وبتروجيت. تقدم الزمالك عن طريق رزاق اوتوم يوسف في الدقيقه 22، ثم تعادل النجم القادم بقوه مروان محسن في الدقيقه 60 من هذا اللقاء. كابتن صلاح ابو جريش، اعتقد ان نادي الزمالك فقد نقطتين كانوا يعني صعبين جدا وهيفرقوا معاه في مشواره في المنافسه في هذا الموسم. لا طبعا، نادي الزمالك فقد نقطتين مهمين، وفي نفس الوقت بتروجيت كان محتاجهم، لان الفتره الاخيره بتروجيت اتعادل عدد من المباريات كتير وخسر برضو عدد مش قليل من المباريات. اعتقد ان النقطه بتاعت امبارح حتى لو هي نقطه واحده على ارضه، ولكن كانت ثمينه جدا، خلته يوصل للنقطه للمركز رقم 12 بعد ما كان ال 14. بتروجيت تتعامل مع الزمالك بطريقه نفسيه من خلال تعليمات الكابتن طه بصري، تقفيل على مفاتيح لعب الزمالك، وقدر ان هو في الشوط الثاني يسيطر تماما ويقفل منطقه نص الملعب ويقفل كويس على مفاتيح لعب من خلال مراقبه شيكابالا. ده الـ 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 هو كان بيواجه شيكابالا باللاعب مشهور احمد وساعي مشهور، وايضا وجود احمد سبعين كان في كثافه في وسط، يعني عمل كثافه عدديه بحيث ان هو يخنق عليهم المساحات بتاعه اللعب اللي بيقدر نادي الزمالك ان هو يسيطر من خلالها، وبيقدر يفتح ويفتح جبهات عشان يخلق فرص زي الفرص اللي كانت بتضيع من خلال المهاجمين في الشوط الاول. لكن الشوط الثاني استمر على منوال بتروجيت ان هو يحاول ان هو يتعادل، وحصل كده من خلال جمله جميله جدا اتعملت ما بين احمد شعبان واسامه محمد، وختمها مروان محسن اللي انا شايف ان هو ان شاء الله هيبقى من احد فراوده مصر في الفتره اللي جايه ان شاء الله، بان هو عمل فينش كويس قوي على الجون. ده الهدف الاول بتاع عبد الشافي للرزاق، برده اتصرف معاه بشكل كويس جدا. زاويه صعبه كابتن، زاويه صعبه جدا على الجول، وفي نفس الوقت هو اتصرف معاه بلمسه واحده خلت فيه دي مسافه بالنسبه للجون ان هو يشوف الزاويه اللي هتتلعب فيها الكوره. دي حاجاتك فلازم اسالك فيها. لا العفو، يعني دي حاجاتك حاجات دي على فكره كانت صعبه، ولكن يعني رد فعل سريع من اللاعب رزاق اوتوميوسي، وايضا تحرك رائع من عبد الشافي ورائع من عبد الشافي، وايضا تمريره جميله من صبر الرحيل،
وفي الاخير هدف جميل لنادي الزمالك. كان من الممكن ان هو يسيطر على مجريات الامور اكتر من كده ويفتح الجيم بالنسبه له. بس محمد، هو بالنسبه للفيرود مهم جدا ان هو يقدر يتعامل من لمسه واحده في جوه 18، لان كل ما اتعاملت بلمسه واحده واسرع بيبقى رد فعل الجول كيبر صعب جدا ان هو ياخد المبادره في ان هو يصد كور زي كده. حتى مهدي سليمان كان متالق في هذا اللقاء ولكن الكره خدعته فعلا. لا عارف، لو هو وقفها او صلحها لحد كان هتبقى صعبه انها تخش، لان الرياكشن بتاع حارس المرمى هيبقى سهل جدا ان هو يصدها، وسهل بالنسبه له ان هو يكشف اي زاويه هتصد فيها الكوره. طب كابتن خالد بيبو، يعني بعد الهدف لنادي الزمالك اعتقد ان حصل الى في بعض الاوقات تراجع، وشفنا نادي بتروجيتو هو اللي زاد في العنفوان، زاد في الفرص، وزاد في الوصول الى عبد الواحد السيد. احنا عايزين نقول بقى في البدايه ان ده احسن ماتش لبتروجيتو الموسم ده. يعني لما تتفرج على كل ماتشات بتروجيتو والاداء اللي كان بيعملوه الماتشات اللي فاتت، ده احسن ماتش بالنسبه له. عملوا ماتش هايل جدا، تالق مروان زي محمد بيقول ان هو هيبقى من احسن لعيبه في الفتره اللي جايه، هو فعلا يعني في كلام كتير قوي عليه. وكان يعني احمد شعبان برضه من فتره طويله قوي ما شفتهوش بالاداء ده، كان هايل جدا جدا وعمل ماتش كويس جدا، وكان موجود في نص الملعب بقوه، وكمال علي من اللعيبه اللي كانت مؤثره رغم انه اتطرد احمد شعبان، ورغم انه اتطرد بس كان موجود في الملعب وكان هايل، يعني من الناس اللي وقفت فريق بتروجيت على 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 رجليها يعني في الملعب. انما طبعا فريق الزمالك يعني بعد شيكابالا عن ادائه في اللقاء ده كان واضح جدا. ما كانش في افضليه هجوميه بالنسبه لفرقه الزمالك. يعني انا شايف رغم ان الزمالك احرز هدف بدري بس ما قدرش يسيطر على اللقاء بشكل قوي، يعني ما كانش ليه يد قويه طول الوقت. كان فرقه بتروجيت في اي وقت بتاخد منه المبادره وكانت بتروح على الجون. يمكن لما كنا بنشوف دلوقتي كان في كذا كوره فرقه بتروجيت، الكوره تلعب بالعرض وكان ممكن تيجي هدف. بص يعني هتلاقي فرقه بتروجيت راكبه الماتش. نعم. يعني ده الـ 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 ده الـ ده الهدف، التحرك على فكره من محمد. جون سهل. نعم. صعب جدا، صعب جدا، وهي جمله تكتيكيه، تحرك من اللاعب اسامه محمد، وايضا رؤيه وفيجن من محمد احمد شعبان، وادها لمروان اللي قادم وحطها بشكل كامل. عايز اقول لك هم بيعملوا اللعبه دي بقى لهم 6-7 سنين، اسامه محمد. نعم. واحمد شعبان وهم حافظينها وفاهمينها. كان وليد سليمان معاهم. وكان وليد سليمان. ممكن انا اقول لك انا كمان انا اعتقد ان احمد شعبان ما كانش شايف اسامه. نعم. ده هو عاملها بيحس ان هو عارف ان اسامه هيتحرك في الحته دي، فعملها له بشكل كويس جدا. عايز اتكلم بقى عن مروان. نعم. الكره اصلا بعيده جدا. ال 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 الخطوه اللي خدها في الهواء هي دي اللي قربت منه الكوره. يعني بص الكوره بالعرض، الكوره لو هو كان استنى خد ارتكز على رجليه واحده كمان او استنى تاني ما كانش لحقها. هو مد رجليه زياده شويه بالزحلقه. يعني بص هنا الكوره عشان ياخدها من قبل عبد، بص بالزحلقه الحته الزياده دي اللي خدها خليته سبق عبد الواحد السيد، خصوصا كمان ان فرقه الزمالك واقفين كلهم غلط. يعني ما ينفعش ان انت الكوره هتلعب بالعرض وانا يبقى الفيرود سابقني بالشكل ده وبلعب اتنين مستكين على فيرود واحد بس، ومفيش ولا واحد على الارض ولا قافل ولا واحد مغطي. التعامل بيها وحش قوي. كابتن صلاح ابو جريشه، تغييرات المدير الفني للزمالك كابتن حسن شحاته، وايضا يعني طرد اللاعب احمد شعبان، والان الزمالك هو كان الاكثر عددا، ولكن هل جاءت الحلول مع التبديلات؟ لا، يعني الحلول ما جاتش مع التبديلات، والدليل على كده ان النتيجه طلعت بنفس النتيجه اللي حصلت قبل التبديلات. يعني سواء احمد جعفر لما طلع او رزاق ونزول ميدو واحمد حسن، خروج احمد توفيق ونزول مرغني، يعني خروج احمد توفيق ونزول مرغني ده تغيير روتيني. يعني مدافع مكان او ديفندر مكان ديفندر، دي مش ما عملتش فرق كبير. لكن الفرق ان انت تلعب بفيرود او تطلع راس حربه وتنزل نص ملعب وتطلع فيرود وتنزل فيرود مش جاهز، ميدو واضح جدا ان هو مش جاهز ولسه عايز وقت على البربي يقدر يتاقلم ويرجع لطبيعه المباراه ويقلل وزنه اكيد. لا، لو قلل وزنه دي نمره واحد، يعني واضح جدا وواضحه لاي حد بيتفرج على نادي الزمالك ان ميدو في فرق في الوزن بتاعه. اعتقد ان ميدو عنده الاصرار الكافي ان هو بطموح طبعا اللعيبه وجماهير نادي الزمالك، ان هو صعب ان هو يفضل على الوزن ده ويستمر على الوزن ده في خلال مباراه الدوري. جميل، اذا اسدل الستار على اول محطتين في الاسبوع الثاني عشر، والان يتبقى لقاءات الغد ان شاء الله اللي هتستكمل. استعرض مع حضراتكم جدول الدوري العام قبل لقاءات الغد اللي بكره هيبقى فيها لقاءات في منتهى القوه. الجونه يستضيف المصري البورسعيدي، لقاء هيبقى قوي جدا، فريقين على اعلى مستوى ايضا في الاجهزه الفنيه.
والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وصراع من اجل البقاء للمقاولون العرب والاتحاد يبحث على التفوق، مصر المقصه وغزل المحله. اعتقد ان هو اللقاء جريحين بالنسبه خاصه بالنسبه لغزل المحله في اللقاء السابق، ومصر المقصه يريد التقدم اكثر الى الامام، والاسماعيلي يستضيف الانتاج الحربي في لقاء استمرار الصحوه أمام نادي طلائع الجيش، والجيش يواجه النادي الأهلي، والأهلي يستضيف طلائع الجيش قبل مواجهة القادمة أمام بايرن ميونخ في اللقاء الودي. ولكن الأهلي في الدوري يفصل ويلعب على الدوري العام، ويحتاج إلى 3 نقاط بشدة لكي يواصل الصدارة ويواصل مطاردة حرس الحدود. نستعرض مع حضراتكم جدول الدوري، طبعا نستمتع مع حضراتكم في الغد إن شاء الله مع الكابتن مدحت شلبي في استاد مصر، وهنستعرض مع حضراتكم الآن جدول الدوري العام قبل وبعد انتهاء الجولة 12 في منتصفها، وفي الغد إن شاء الله تستكمل اللقاءات. أدي مع حضراتكم جدول الدوري، حرس الحدود في الصدارة برصيد 28 نقطة، اتحاد الشرطة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والنادي الأهلي في المركز الثالث وله من 9 لقاءات وله 23 نقطة، والإسماعيلي في المركز الرابع الزمالك في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، الإسماعيلي في الخامس برصيد 17 نقطة، مصر المقصة في المركز السادس برصيد 16 نقطة، الجونة في المركز السابع برصيد 16 نقطة، والمصري في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، إنبي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، والاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، تليفونات بني سويف في المركز ال11 برصيد 12 نقطة، ووادي دجلة في المركز ال12 برصيد 11 نقطة، و بتروجيت في المركز ال13 برصيد 10 نقاط، طلائع الجيش في المركز ال14 برصيد 9 نقاط، الانتاج الحربي في المركز ال15 برصيد 8 نقاط، المقاولون العرب في المركز ال16 برصيد 7 نقاط، وسموحه في المركز ال17 برصيد 7 نقاط، وغزل المحله في المركز ال18 برصيد 7 نقاط، وفي الاخير الداخليه في المركز الاخير التاسع عشر برصيد 5 نقاط. ده كان ترتيب جدول الدوري. طبعا في الختام أحب أشكر ضيوف الكرام، كابتن مصر النادي الإسماعيلي كابتن محمد صلاح أبو جريشة الموهوب دائما في الأهداف وأيضا في التحليل. شكرا محمد، ألف شكرا. أيضا كابتن مصر النادي الأهلي كابتن خالد بيبو، كنت منور النهارده كابتن. ربنا يخليك يا محمد. أيضا أشكر رئيس التحرير أستاذ أبو الوفاء الخطيب، وأيضا عمرو مخلوف، وأسرة الإعداد وزملائي في الإعداد نهى عباس ومحمد يحيى، وأيضا في الإنتاج عمرو عرابي عصام عصران، وفي الإخراج مبدعنا رمضان صقر، وايضا النجم الصاعد بقوه محمد البطران. اشكركم، تحياتي محمد فاروق، والى ان نلتقي غدا في استاد مصر ان شاء الله مع الكابتن مدحت شلبي، تحياتي والى اللقاء. وتتوالى